لأبناء القبل انطلاق أسهل ورائعة كما يتمناها في مسافة ورحلة 6 كيلومترات. نسير بالصدارة مشاهدينا متابعين الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني إقامة هذا الشوط منذ البداية، منذ البداية مع الاندفاع. مشاهدينا متابعين الكرام، أرهني شوق من قادة المجموعة، سلطان بن محمد بن معيصم الفلاحي من يتابع انطلاقة شوق تليها مع المركز الثاني زمجرة من الجانب الآخر، وحمد بن مهير بن حمد بن رحمة الدرمكي متابعا لانطلاقة زمجرة. دور المركز الثالث هو التقدم من العنود لسعيد بن علي بن راشد البريص المري، بينبذ انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التقدم للسيادة بشعار خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري متابعا لانطلاقة سيادة من بدأت تتسلل وتنطلق مع المركز الرابع. خامس التحديات أرهني صخب وسالم بن غدي، صخب لسالم بن غدير بن حمد العويسي من يتابع انطلاقة صخب من بدت تنطلق مع المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر شديدة لغانم بن مسفر بن غانم المنصوري متابعا لانطلاقة شديدة مع الأداء المثير ومع المركز السادس. التقدم من الجانب الآخر أرى أيضا الهجوم في هذه اللحظات والتسلل من الشاهينية راشد بن سعيد بن غافرية متابعا لهذا الانطلاق المتميز. سابع التحديات نتابع انطلاق ايضا وتحديات الهباب لمحمد بن سيب بن علي بن راشد بن سويل متابعا لانطلاقه الهباب مع المركز السابع. ثامن التحديات ارهني ايضا شوف لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي متابعا لانطلاقه شوف مع المركز الثامن. وتاسع التحديات السبعه لسالم بن احمد بن دري الفلاحي من اعلن انطلاقه السبعه مع المركز التاسع. وعاشرا من الجانب الآخر التقدم للغزيل لعلي بن محمد بن سعيد الكعبي في متابعة وانطلاقة الغزيل من بدأت تتسلل وتنطلق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الأول للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط، الأسامي المذاعة، ولكن أرى هناك أيضا شعارات وأسامي لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، ولكن نترقبها، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الكيلو المتر الأخير والخطير. لنا عودة مع البداية ومع الصدارة والمقدمة، وأرى التنافس الحاضر دائما في أشواط الإثارة، أشواط التحدي، أشواط الكبار. مشاهدينا متابعينا الكرام، الصدارة والمقدمة واللي قادت المجموعة بهذا الاندفاع المثير وبهذا الانطلاق الرائع، الصدارة مع العنود لسعيد بن علي بن راشد البريص المري من يتابع انطلاقة العنود على الصدارة والمقدمة شوق مع المركز الثاني. سلطان بن محمد بن معيصم الفلاحي متابعا لانطلاقة شوق مع المركز الثاني، ولكن أرى التقدم، أرى التسلل مع سعيد بن الهاجري متابعا لانطلاقة سيادة من انطلقت بالصدارة والسيدة الموقف، السيدة موقف هذا الشوط. مشاهدينا متابعين الكرام، سيادة على رأس الحرب ومع المركز الرابع، المركز الرابع. التقدم في هذه اللحظات من صخب سالم بن غدير بن حمد العويسي في متابعة وانطلاق خب مع المركز الرابع. تحديات من الجانب الآخر، زمجرة تنطلق مع المركز الخامس لحمهير بن حمد بن رحمة الدرمكي، والآخر من أرى التسلل للأحباب من بدأت تتسلل وتنطلق مع المركز محمد بن سيب بن علي بن سويف باب مع السادس. سابع ماي على راشد بن سعيد بالغافرية you
نتائج المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام، وارى القدوم في هذه اللحظات من شديد اللي بدات تتسلل مع المركز الثامن غانم بن مسهر بن غانم المنصوري. من يتابع انطلاقه شديده، ولكن الانطلاق المتميز والرائع للغزي لعلي بن محمد بن سعيد الكعبي من بدات تتسلل وتنطلق مع المركز التاسع وعاشرا. مشاهدينا متابعينا الكرام ارى هني شوف لحمد بن راشد بن غدير من اعلن هذا الانطلاق وهذا الاندفاع المثير. هذه النتيجه مدينة متابعينا الكرام، هذه التحديات وهذه الانطلاقات في هذا الصباح المثير والانطلاقات الرائعه. لنا عوده مع الصداره، وانسلتوا عن موقعنا فنحن غادرنا لوحه 2 كيلومترات، بدينا ننعطف مع المنعطف الاخير مع التحدي المثير والرائع والسياد على راس الحرب متسيده ايضا هذا الشوط مع الانطلاق المثير. ومن بعد المسافه خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري من يتابع انطلاقه سياده وهي تنطلق بالصداره والمقدمه والاندفاع المثير والرائع. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء المتميز لسياده، تليها مع المركز الثاني وصل الكعبي في هذه اللحظه مع الغزيل منطلقه رائعه. علي بن محمد بن سعيد الكعبي من يتابع انطلاقه الغزيل مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينيه راشد بن سعيد الغفريه من يتابع انطلاق الشاهينيه مع المركز الثالث ومع المركز الرابع. رهني الهباب تنطلق مع المركز الرابع بشعار محمد بن سيف بن علي بن سويلم متابع لهذا الانطلاق وهذا التحدي المثير والرائع. وزمجره مع المركز الخامس ما اخذت لها زاويه بهذا الانطلاق والاندفاع المثير. حمد بن مهير برحمه الدرمكي من يتابع انطلاقه زمجره، ولكن ارى القدوم ارى التسلل لعنيده بشعار سعيد بن مطر الرميثي. ما شاء الله تبارك الله، شعار جميل اللي انتزعت المركز الاول في شوطنا الماضي يفاجئ الجميع ايضا بانطلاقه عنيده من بدات تتسلل وتنطلق مع المركز الثالث بطريقه الى الصداره والمقدمه. ولكن بنتابع البدايه، بنعود مع المقدمه، بنعود مع الصداره، مع البدايه مع التحدي والاثاره وسياده. يا الشوط منذ البدايه سياده على راس الحربه. مشاهدينا متابعينا الكرام، خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري من يتابع انطلاقه سياده، ولكن الغزيل مع المركز الثاني علي بن محمد بن سعيد الكعبي وعنيده من الجانب الاخر. صدرت الاوامر، صدرت الدمات. مشاهدينا متابعينا الكرام، وجوله الاوامر النهائيه عنيده تعاند الجميع، تنطلق بالصداره، قادت المجموعه، بتضيف النقطه الثانيه لهذا الشعار على التوالي. مشاهدينا متابعينا الكرام، سعيد بن مطر الرميثي من يتابع انطلاقة عنيدة، ممثل السمح الدائم ينطلق مع عنيدة، ولكن سيادة تحاول واللحظات الأخيرة عنيدة هي الأقرب. سيادة قادمة، التحديات مثيرة، ولكن عنيدة على رأس الحربة تضيف أيضا هذا الإنجاز في إنجازاتها السابقة. تهانينا للسعيد بن مطر الرميثي، وسلام السمحة، سلام لحظات وصول عنيدة إلى خط نهاية المركز الثاني. تأتي سيادة بشعار خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري المركز الثالث، الغزي علي بن محمد بن سعيد الكعبي المركز الرابع. المركز الرابع الشاهينية لراشد بن سعيد بن غافرية، والبقية بنحيلهن الأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول عنيدة إلى خط النهاية. تهانينا لسعيد بن مطر الرميثي على فوز عنيدة بالمركز الأول. سلام الطف، سلام، وسلام أيضا لهالي السمحة مع الأداء المثير، مع العرض الرائع اللي قدمته عنيدة. أيضا تاتي بتوقيت زمني مقدارة. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع التوقيت على شاشة دبي ريسينج مع هذا الانطلاق المتميز. Hey!
تسع دقائق و 31 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسعيد بن مطهر الرميثي على فوز عنيدة بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. تسع دقائق و 31 ثانية، ست أجزاء من الثانية اللي هي سيادة. تهانينا لخالد بن سعيد بن فهيد الهاجري واللي وصلت مع المركز الثالث. تسع دقائق 33 ثانية، جزء واحد من الثانية اللي هي الغزيل. تهانينا لعلي بن محمد بن سعيد الكعبي، تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحية، وهي الانطلاقة لشوطنا الحادي عشر في مجموع الاشواط، شوطنا الحادي عشر الخاص هنا ايضا بالزمول المحليات الاصايل لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان.